استاذ سمير حبشي، اهلا وسهلا فيك على هواكم تي في. خبرنا اليوم مشاركتك ببيروت انترناشونال فيلم فيستيفال. انا هلا بلجنه الحكم، ما عندي فيلم بس عم شوف افلام كثير، افلام الوثائقيه، ففي افلام من عالميه من كل بلدان العالم يعني، وافلام كثير حلوه وان شاء الله خير. شو عندك اعمال جديده عم تتحضر؟ هلا عم حضر فيلم سينما جديد، فيلم لبناني، هلا بمرحله كتابه السيناريو، التصوير مبدئيا بحزيران، وان شاء الله بالتشرين يعني يكون ظهر فيلم. بلشتوا تفكروا مين رح يكون في نجوم مشاركه؟ لا، بعد عمليه الكاستنج ما بلشنا فيها. بدنا كلمة أخيرة لهواكم تي في. أنا بحييكم هواكم تي في، أنتو تلفزيون رائع.